هاي صبايا، انا ساره. اليوم عزيزاتي بهذا الفيديو حضرت لكم تحدي جديد للحصول على بطن مسطحه سواء العلوي او السفلي او بعد القيصريه او بعد الولاده. هاي التمارين جدا رائعه لاني رح ندمج بين تمارين الكارديو وايضا تمارين الابدومينال. عزيزاتي لا تنسي انه الحميه جدا وجدا وجدا مهمه للحصول على البطن المسطحه. سو اذا كنتوا جاهزين خلينا نبلش فورا. كثير مهم اثناء حركات القفز انك تلبسي الحذاء الرياضي. نفسي. برافو عليكي. فو 3 2 1 يس. جاهزين؟ Go. حاولي قدر الإمكان تثبتي المؤخرة، لا تنطنط. Yes. نلمس طلعة خفيفة، طلعة خفيفة كأني في شيء بدك تسحبيه من فوق. طلعة خفيفة خفيفة، برمي ظهرك، رقبتك ثابتة، دقنك شوي قريب على صدرك، لا تفتحي رقبتك لورا كأني في شيء عم تمسكيه. ركزي على الهدف. يس، هي أول مجموعة. استمتعي فيها، معلش لو ما كنتي عم تستمتعي، تحمليني شوي. ندي ورا اكثر، كوعك فوق. كمان 5 ثواني. يس. نفس نفس نفس. نسحب ومنبرم لجوا الركبة، نسحب ومنبرم، بطن خواصر. كو، كأني في شي حدا عم يشدك من ركبتك وبنفس الوقت بطنك مشدودة. برافو عليكي. Yes you can do this. اثنين. يب. تويست تويست مع الكوع، خسروا كوع. عشر ثواني. نفس. يس. Yes.
مؤخرتك وخصرك ثابتين. Five, four, three, two, one. وريحي فداء البطن المسطحة، فداء شد الترهلات للبطن السفلى، جاي حركة البطن السفلى. نفس شدون هيك طالعين. يس ريدي. رجليك بهاي الطريقة، منمد هون، عبي فراغ أسفل الظهر، افتحي سكري على الأكيد، فراغ أسفل الظهر معبى تماما. نفس 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 نفس. بعرف بعرف والله بعرف، خليكي لا تروحي لا تنزلي، عبي فراغ اسفل الظهر، اضغطي عضلات بطنك. يس ذاتس ات. وان تو ثري وسحبنا، وان تو ثري وسحبنا. لورا كوعك لورا. يس استعدتي، شربي شوية مي ورجعيني، ما تشكيني لوحدي كمل تمرين، بصير عندي بطن مسطحة، رجعيني. ريدي. يمين يسار مع الكوع مع الكتف مع الكتف، أسرع يمين يسار، طبعا السرعة حسب مستواكي، المهم أنا تجيبي لي الكتف الكوع لعند الركبة، مو الركبة تجي لعند الكوع، الكوع يجي لعند الركبة، ومدي رجلك للأخير تماما. كمان 7 ثواني. برافو عليكي. That's it. عزيزاتي هذا كان كل شيء اليوم، إذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي اللايك والاشتراك بالقناة إذا كنت مشاهدة جديدة. بحبكم كتير، بشوفكم بعدين، باي.